النهاردة العالم بيحتفل باليوم العالمي لمحو الأمية. في شك أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية مهتمة بالملف ده اهتمام قوي، وشفنا إزاي الاهتمام ده اترجم لمشروعات ومبادرات وشغل على الأرض موجود فعلا وشايفينه. شغل قائم على مبادرات ومشروعات وخطط من جانب الجامعات ومؤسسات الدولة وكمان المجتمع المدني. طبعا النهاردة منا عايزين نتكلم في نقطة مهمة جدا ونركز على مبادرة ومشروع غاية في الأهمية اسمه سواء. المشروع ده اتعمل لمكافحة ظاهرة التسرب من التعليم ومكافحة الأمية في القرى والنجوع. المشروع ده هنتعرف على تفاصيله دلوقتي من ضيفتنا اللي موجودة معانا عبر تطبيق زوم، هاجر الحوي، مديرة مشروع سواء للتسرب من التعليم. صباح الخير عليك يا هاجر. صباح الخير على حضرتك. يا أهلا بيكي. جميل جدا إن احنا نفكر ونركز على مثل هذه المبادرات، لكن خلينا نتكلم في البداية، إيه الدافع اللي خلاكي تعملي حاجة زي دي أو تأسسي مبادرة اسمها سواء لمكافحة ظاهرة التسرب من التعليم؟ الدافع عندنا اصلا ان احنا ابتدينا ناسس مبادره سواء عشان ما نضطرش في الاخر ان احنا نوصل لمشكله الاميه. فاحنا من الاول كنا بنمنح حدوث المشكله اللي هو تسرب التعليم بدافع ان احنا كان عندنا مشكلات زي الكثافه الطلابيه اللي بتبقى موجوده في الفصول، فعلشان اقدر اواجه الكثافه السكانيه واقدر اوصل المعلومه للطالب بشكل كويس لازم احاول ان انا اقلل العدد بتاع الفصول عشان اقدر اوصلها له. تاني حاجة اللي هي التكلفة العالية للعملية التعليمية، بعض أولياء الأمور خاصة في القرى والنجوع ما بيقدروش إن هم يوصلوا العملية التعليمية بسبب غلاء الأسعار، فبيضطروا إن هم يطلعوا أولادهم بره العملية التعليمية ويلجأوا إن هم يشغلوهم بره ويفضلوا في عملية ينهوا العملية التعليمية عندهم وخلاص بقى بنتجه نحو الأمية فعلا. فبناء على ذلك إحنا عملنا في مبادرة سواء، واحنا مؤمنين باسمها سواء عشان نبدا ان احنا نساوي ما بين الطفل اللي عنده قدره على التعليم وما بين الطفل اللي عنده عدم قدره على التعليم، ان احنا نعمل معادله بسيطه. المعادله ديت ان انا يكون عندي وسائل تكنولوجيه ويكون عندي وسائل تعليميه قويه، زائد ان انا يكون عندي معلم قوي قادر ان هو يوصل المعلومه للطالب بشكل كويس ويكون ميسر للمعلومه مش مجرد ملقي ليها. ففي الاخر انا هاخد طفل او طالب قادر ان هو يديني المعلومه والعمليه التعليميه بشكل سليم، وبالتالي انا مش هوصل في الاخر لفكره الاميه. انا بعمل تنميه مستدامه، بس تنميه مستدامه بشريه، يعني بستخدمها في البشر اكتر بستخدمها في موارد ثانيه. فده كان الدافع الاول ان احنا نستخدم المشروع سواء او مبادره سواء ان احنا نحارب الاميه، بس نبدا من الجذر ما ناخدهاش من اول. طيب هنا انت بتمثلي يا هاجر المجتمع المدني ولا بتمثلي خطط موضوعه من قبل الدوله؟ يعني هنا علشان تقدروا تعملوا المبادره دي والمشروع، مين اللي فكر فيه وانتوا اشتغلتوا عليه ازاي؟ هي احنا حطينا مناهج وحطينا استراتيجيات نمشي عليها عشان نوصل في الاخر. انتوا جمعيه اهليه؟ احنا تبع جمعيه عطاء. جمعية عطاء أسسها دسوق، اللي أسس الموضوع في الأول كانت أستاذة نسمة حسن، كانت هي بداية المشروع خالص. المشروع كان عبارة في الأول خالص عن 10 أطفال جايين يتعلموا في مكان بسيط، بنحاول نوصل لهم المعلومة على قد ما نقدر. بعد كده دلوقتي وصلنا إن إحنا 300 طالب على مستوى محافظة كفر الشيخ ومحافظة البحيرة. عظيم. وأخذنا جائزة التميز في 2023، ده كان بالتعاون مع جمعية التنمية والتطوير ومع وزارة التضامن الاجتماعي. فدلوقتي احنا متوسعين، فبس ما توسعناش عشوائي، احنا على حسب استراتيجيات مشينا عليها وعلى حسب مناهج عشان نقدر نوصل. المناهج بتاعتنا احنا مش في عكس طريق وزارة التربية والتعليم، بل احنا بنكمل الطريق مع وزارة التربية والتعليم، ولكن احنا بنحاول نحسن الجودة من خلال معلمين قادرين ان هم يلقنوا المعلومات بس عن وسائل يوصلوا التعليمية بالظبط، عن طريق وسائل تعليميه وتكنولوجيه اللي هو بالظبط نواكب العصر اللي احنا موجودين فيه، مش مجرد اللي احنا بندي المعلومه يعني بس. يعني انتم ماشيين على التوازي ما بين ان انتم بتمحوا اميه وبتمنعوا التسرب من التعليم، وفي نفس الوقت بتحاولوا ان الناس اللي بتتعلم معاكم تواكب التكنولوجيا، بتمحوا اميه قراءه وكتابه وبتمحوا اميه الكترونيه في نفس الوقت. بالظبط، موضوع الاميه الالكترونيه ده هحكي لحضرتك عليه دلوقتي، بس احنا بنعمل خلينا الاول في التسرب من التعليم علشان نقدر نوصل لمرحله الاميه الالكترونيه.
بالظبط. يعني انا دلوقتي عشان احط منهج فانا ما بعرضش الوزاره، انا بكمل اكيد مش عليها بنعارض بالتقدم. الوزاره، يعني الوزاره هي لا اللي حاطه ابدا، المناهج اكيد. لا اقصد ان انا مش منهج، عكسها، احنا بنكمل، احنا بنكمل طب بنكمل من خلال وسائل تعليميه حديثه، تكنولوجيا، نستخدم منصات تعليميه جديده نقدر نوصل بيها، بحيث ما يكونش في عبء دراسي على الطالب ان هو حاسس ان هو جاي يعمل مجهود. لا انت جاي تعمل جيم كده هنظبطه مع بعض ونراجع الدنيا مع بعض، وفي الاخر انا وصلت العمليه التعليميه واحنا ما زهقناش من بعض في الاخر. أكيد. فهمتيني؟ طيب هو في اتفضلي كملي. نفس الوقت احنا بنوصل لهم دعم مالي. الدعم المالي ده احنا بنبدا فيه من ثالثه، من اول 3 سنين ونص اللي هي المرحله التمهيديه لحد ما نوصل للمرحله الاعداديه، وبعد كده بنكمل معاهم بدعم مالي علشان يقدروا يكملوا في المنحه بتاعه الثانويه العامه. وبالفعل احنا معانا دفعتين دلوقتي ثانويه عامه، وبعد كده بامر الله بنكمل معاهم جامعه. الموضوع ما بيوقفش لحد هنا، احنا بنعمل دعم اهلي، بمعنى ان احنا بنتابع مع اولياء الامور بصفه مباشره دايما، الدرجات تقييم شهري دايما، لو في قصور من عندنا او قصور من عند ولي الامر فاحنا بنحاول نوضح ونقرب دايما وجهات النظر ما بيننا وبينه، بيكون ان هو ضلع اساسي في العمليه التعليميه، احنا مش بنستبعده. طيب ده جميل جدا. انا عاجبني طبعا ان انتم ماشيين في الاتجاهين، مساله الناس اللي خلاص بقت اميه فبنمحي اميتهم مهما كان الفئه العمريه على ما اعتقد بحسب ما فهمت يعني، وفي نفس الوقت احنا بنحاول نشوف اسباب ده، ايه السبب اللي دفع الاطفال من دلوقتي ان هم يخرجوا من المدارس عشان ما نوصلش في النهايه لانه يكون عندنا عدد كبير من الناس محتاجين نمحي اميتهم، وفي نفس الوقت ياخدوا مراحلهم التعليميه زيهم زي اقرانهم في نفس المرحله العمريه. ذكرتي من ضمن الاسباب انه في بعض المشاكل الماديه مثلا او التحديات الماديه قدام بعض اولياء الامور دي اللي بتمنعهم من ان هم يكملوا تعليم اولادهم، ايه تاني من الاسباب اللي ممكن وصلتنا للمرحله دي؟ الكثافه بتاعت الطلاب مثلا، دي تمام، الكثافه كثافه بتبقى عاليه الفصول جدا، ماشي، فدي بتخلي الطفل ان هو اصلا يتسرب من المدرسه. ممكن الطريقه اللي مثلا احنا بالنسبه لنا احنا مش ملقن، اي معلم في العموم مش بيبقى ملقن للمعلومه، هو بيبقى ميسر ليها، فطول ما المعلم بيسر المعلومه للطالب فالطالب هيحب العمليه التعليميه. احنا في الاول وفي الاخر بنسعى ان احنا نحبب الطالب في العمليه التعليميه مش نلقن غاله. ويعني الوزاره دلوقتي شغاله على كده، شغاله على نظام التعليم الجديد. بتوصلوا لهم ازاي؟ يعني انتوا بتوصلوا للاطفال اللي تسربت من التعليم ازاي؟ بتعرفوا منين؟ احنا في الاول خالص كانت بتبقى من خلال يعني ابحاث عن الاسر، ان هي مثلا لو في مشروع دلوقتي مبادره اسمها سواء، فالمبادره ديت بتاخد الطفل بتتكفل بيه من المرحله الابتدائيه او من مرحله ما قبل المدرسه، فانا دلوقتي محتاجه الطفل ده. وبعد كده بقى الموضوع بدا يكبر، ان الاولياء الامور بدا يعرفوا بعضهم، ده احنا الملخصات التعليميه موجوده، احنا مش بن يعني الجمعيه هي الراعي الرسمي للمشروع، فهم مش بيدفعوا فيها حاجه، فبيبداوا ان هم يعني يسطروا الموضوع لبعض بس. لحد انا ما عايزه الموضوع اناقشك يا بدا هاجر يسطر لبعضه. في قصة كثافات الفصول، احنا يمكن الدولة شغالة بقالها سنين على فكرة كثافات أيوة. الفصول اللي موجودة، مع حتى يعني التكلفة الكبيرة لإنشاء فصول جديدة، حتى لو ما كانش في إمكانية لإنشاء مدارس كاملة، يمكن بقى فيه احنا شايفين المدرسة ذات الفصل الواحد اللي عشان تحل أزمة الفصول، ودي يمكن موجودة جدا في المحافظات اللي موجودة اللي انت شغالة فيها، فأعتقد إن دي ما أيوة. بقتش واحد من المشاكل الكثافات الفصول. وبرضو زمان كانوا ما بيبعتوش البنات، دلوقتي برضو دي واحد مش من المشكلات. إيه الحاجة اللي فعلا بتخلي الولاد يخرجوا ويتسربوا؟ هل الزهق؟ هل الملل؟ هل عدم الإحساس؟ ملل من العملية التعليمية، عدم ما أنا بقول الإحساس لحضرتك بأهمية التعليم مثلا. بالضبط، أنا مثلا بقول لحضرتك إن أنا بقدم له العملية التعليمية على شكل جيم، او ان انا بقول له يلا بينا دلوقتي نعمل اعاده تدوير للعبه ونعيد تدويرها تاني، بس انا في وسط اللعبه دي مثلا هفهمك اجزاء النبات منها، فانا دلوقتي بيسطر له العمليه التعليميه، بسهلها عليه، مش بديها له بجزء ممل مثلا اللي هو يلا بينا انا هدخل اديك الدرس، لا احنا بنيسر العمليه على ده الطالب. بيتناسب مع الطرق الجديده والمناهج الجديده القائمه على ان الاطفال تشوف وتتابع اللي بيحصل في المناهج، يمكن ما بقاش في تلقين زي الاول. كل شكر ليكي هاجر الحيوي، المناهج مديره الجديده مشروع اصلا هي اكبر سواء مساعد للتسرب من التعليم ومكافحه الاميه. شكرا جزيلا.